طيب باشمهندس، عايز اسال حضرتك عن الابراج بقى اللي احنا شايفينها، يعني من ورانا في الصوره برج الايقوني على وجه التحديد. فكره الابراج، ولما يعني اي حد فينا كان بيسافر بره مصر كان بيبقى غيران انه ليه ما عندناش النوعيه دي من الابراج. حقيقي. واقتصاديا واستثماريا تفرق معانا في ايه انه يكون عندنا هذه الصناعه؟ حقيقي جدا، يعني طبعا ده سؤال مهم، والحقيقه يعني بيشغل تفكير اي حد شاف الصناعه دي في مصر. زي ما حضرتك قلتي، كلنا كنا بنسافر ونقول ليه ما عندناش حاجه زي كده. دي صناعه اتاخرت الحقيقه كتير جدا انها تخش بلدنا، مع ان عندنا كفاءات قويه جدا، عندنا واثبتنا بالتجربه الكلام ده، عندنا شركات عملاقه بتنفذ الكلام ده، وللاسف ويمكن كانت بتنفذ بره مصر. الحمد لله احنا يعني نقدر نقول الحمد لله ان احنا بدانا، ودي بدايه قويه للدوله المصريه، انها دي تحركات دوله. زي ما حضراتكم شايفين بنبني 20 برج في مره واحده باستثمارات قوية، علشان تبقى نواة لدفع العمل في هذه الصناعة. هل دي صناعة كانت مستهدف فيها انها تخش مصر بخاماتها، بالصناعات المغذية ليها، بالمصانع اللي بتشغلها؟ كل الكلام ده ما كانش موجود. لما الدولة ممثلة في وزارة الإسكان عملت مشروع بالحجم ده كاستهداف للخبرات العالمية واستهداف للاستثمارات العالمية للمخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، إن هي تبقى يعني مركز تنموي عالمي واستهداف للاستثمارات العالمية مش بس محلية ولا إقليمية، فكان لازم يكون عندنا حاجة بالحجم ده تستقبل المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الأجنبية اللي هتيجي، مقرات إدارية لائقة، مقرات يشغلها المستثمرين، مقرات إدارية، مقرات سكنية، فنادق من نوع جديد أول مرة تحصل. شكل المشروع نفسه كنوع من الانطباع المعماري والنقلة المعمارية الجديدة اللي بتبين قد إيه مصر ماشية بقوة في الاتجاه ده. فالمدة الزمنية نفسها اللي اشتغلنا بيها بتبين قد إيه التسارع المعماري اللي بيحصل في كل مشروعات مصر مش بس هنا. فإحنا بنتكلم في 3 سنين إنجاز اللي حضراتكم شايفينه ده. وجهة استثمارية الحقيقة تليق بمكانة مصر. وجهة استثمارية تليق بمكانة مصر وانطلاقة قوية. 3 سنين للمنظر اللي إحنا شايفينه، فده مؤشر لسرعة التنامي الصناعي للصناعة المعمارية في مصر في كل المشروعات على مستوى المدن كلها. وكمان يا باشمهندس، المستثمر لما يجي ويشوف إن المنطقة اكتملت بهذا الشكل وحجم الإنجاز اللي تم فيها وبالسرعة دي طبعا يتشجع اكتر، ويحس ان الموضوع فعلا الدوله واخداه بجديه. ما كانش مجرد مخططات على ورق زي ما كان مثلا المخطط كان معروض. بالظبط، المخطط فعلا كان معروض كفكره في 2014، كانت كل الناس بتشكك فيه، وناس كتير جدا، انا مش بقول لا ومش بقول، وناس كتير حقهم، لان كان في قبل كده كانت في زمان في العهود القديمه مبادرات كتير لحاجات زي كده. العاصمه الاداريه كانت دايما حلم على مدار العصور ما كانتش بتتنفذ. فكون ان حد خد القياده السياسيه خدت الموضوع بجراه وقوه واشتغلوا فيه بمنتهى القوه والتخطيط، يعني اللي حاطط مخطط تنميه مصر 2052 ورؤيه مصر 2030، مخططين مصريين يعني، واللي خطط العاصمه الاداريه الجديده ومدن الجيل الرابع وكل المشروعات التنمويه اللي احنا شايفينها دلوقتي، فريق عمل مصري. ويمكن دوله رئيس الوزراء اتكلم عن الحكايه دي اكتر على ارض الواقع كمان، غير الخطط التنفيذيه اللي يمكن حاولنا نطلع عليها على قد ما نقدر، الا انه الواقع اعتقد انه فاق حتى اللي كان يعني متوقع بالنسبه للتنفيذ. ما حدش كان متوقع، وما حدش كان متوقع ان ده يحصل بايادي مصريه. يمكن انا كنت متابع اللايف اللي انتم كنتوا عرضتوا فيه الحي الحكومي ومبنى البرلمان، كله مصري 100%. المشروع اللي احنا قاعدين فيه العاصمه الاداريه بالكامل كله شغال فيه مصريين. حضرتك كنتوا جايين الصبح بدري الساعه 6 شايفين حجم العماله اللي داخل. صحيح. المصريه اللي شغاله في المشروع من كل حته في مصر. لو حضرتك وقفت اي عامل وسالته هتلاقي ده من محافظات بحري، ده من محافظات ابلي، ده من كل حته في مصر. حصل. شغال فعلا في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها. اتكلمنا مع العمال. دي حقيقي. حقيقي بالظبط.